أكثر من 20 سنة مرت للمكتتبون تحصلوا على سكناتهم، وللمرقية العقارية صاحبة مشروع 444 مسكن ألسفي بسويدانية وجدت حلولاً للمشاكل التي تتخبط فيها. طرحت الإشكالية واقترحت العديد من الفرضيات، لكن النتيجة واحدة: معاناة الآلاف من المكتتبين. تابعوا معنا تفاصيل هذه القضية في رابع جزء من هذا الملف في عدد اليوم من تحقيقات الحياة. إلى اليوم حجرة ما تنحدثت في المشروع. أنا عندي جاري كما ماركي معايا توفى وما صاحبوش دار. ما فوت ما عنديش ثقة في الناس، هذا مكان سيد ما فوت. شوفي با كونفيونس، جو دوا با فيغ كونفيونس. إذا ما قدرتيش تخلصي الجمهور راكي تقولي بلي ما عنديش، يا هل ترى كيف تكملي المشروع؟ الناس راهي تسوفري، عندنا ما يجيش كارلاجا ما خدمتها. قلت لها واش تحبيني نحي الناس باش نماركي هاد السيد هذا؟ ما نجيبش. كانوا فايتين بلي دير لي دوبل افيكتاسيون، كنا نبلغوا بلي كان دي دوبل افيكتاسيون، كيفاش بواحد ما زغد علينا؟ ما كانت تشد دراهم نعطي لها في الدراهم باش ما كانت تشدها. خليني نهدر، قلت لي هضري راني نهدر. يونا مار كرهنا. بحبها وانا رايحين نعتها. والله ما يدخلها. يبدو أن مشكلة سكنات 444 مسكن ألسبي يزداد تعقيداً، وأصحاب السكنات يفقدون بصيص الأمل الذي كان لديهم فيما يتعلق بالحصول على سكنتهم بعد مدة انتظار فاقت 10 سنوات. إلى اليوم حجرة ما تنحدثت في المشروع. كل طرق استعملناهم معها ما لقيناش حنا وين نزيدو نديرو باش حنديرو مشاكل. فاحنا ماناش تاع مشاكل، حنا ناس كاع وقالوا ناس كاع. هادي خلاص، هادي المراه كيما درنا معها ما كاينش يقدر يتخذ معها اجراءات. الناس راهي تسوفري، عندنا ما يجيش كارلاجا ما خدمتها من نهار الاخر لا ديرنير ايميسيون تاعنا، انتم ما كنتو حاضرين، حنا ما فهمناش علاش. في تحقيقات الحياه كنا قد تطرقنا لهذا المشكل في 3 اجزاء. حصلت بعدها المرقية العقارية على رخصة البناء وبشرت الأشغال حسب ما سجلته كاميرتنا تلك الفترة. لكن بعد 6 أشهر تلقينا اتصالات هاتفية من أصحاب السكنات مرة أخرى يشتكون فيها التلاعب في تسليم منازلهم. مادام عندك سيموا من جيتي هنايا، في السيموا هضرتي مع المخلوقة هذه، قالت لك الحمد لله كي عطاولي البيرمي، الحمد لله كي عطاولي البيرمي، وشكرت الوالي والولاية وشكرت مادام سكاي اللي قد عليها العذرة هذيك وما على باليش. تواصلنا مع المرقية لمعرفة رأيها فيما يقوله المكتتبون، فطلبت منا تحديد موعد يجمعها وأصحاب السكنات كما فعلت سابقا. يعني دخلتكم تمثلوا كامل الناس، اللي جميع اللي عنده عقد وجميع اللي عنده تيتر دافيكتاسيون يهضر بصفة جيب لهم الورق باش يديروا الصحافة تسمع. وبعد 6 أشهر من ذلك اليوم لا يزال لسان حال المكتتبين ينادي أين هي سكنتنا؟ في اكزاكتومون بلوس دو 6 ans ou la 5 ans on a des actes payés à 100%. on a payé ومازلنا هاد المشكل هذا. جيتو ديجا لا دينيير فوا انا بارلي دو سا، هي حمد ربي علنا امام الناس امام الملأ وقالت الحمد لله وشكرت المديره والهيئه المعنيه انها عطاها رخصه وتنطلق، الا انه صافي عندنا دوكا 6 mois بلاك بلوس حاجه ما ندارت. يونامار كرهنا يونامار. الناس كون في القصبه لو كان صرا كشرح لا يقولوا لي انت ساكن، بصح ساكن في الكوارط ما عندي ساكن شي دواء بيطون. هل هي عراقيل جديدة أم أنه تمطن في العمل وتلاعب بمال المواطن وتبديد للمال العام؟
مخلص لا توتاليتي جي بي 600 دينار يكال مي دوك يمو سون لا ومثاق هنا هاي موثقه الى يومنا هذا ني عقد ني دار عندي كلش عندي العقد لاسبي عطا واسمو لا سينير عطات لي ريغلو للان عليك ما عنديش دار مخلصه برد انايا جو سوي با ملياردير يعطلوني في هاد الكارط وهاد الكارط وهاد الكارط خرجوني من عقلي لا حسنا انسان بدلك سؤال عطوني حال عندك ريدراسمون تاع ليزام هلا شنو لا باسكو لو كان نعطيهولك انت طيح لهنايا واش طيح خلطو باسكو شوف فيزافي لا سوسيتي لا شركه سبي انا لو كان يمدوا الهضره نتاع السيال راحوا بعد الاستماع إلى الشد والجذب الذي حدث بين المكتتبين وصاحبة المشروع يبدو أن ما يعرقل تسليم السكنات إلى أصحابها مشاكل عدة بس كلو كان سيانا لتمد الدراهم يروحوا سيزي لليزامبو بس كلو ليزامبو ليزامبو بريوريتي هما اللي يبصر بيه دراهم ما يديوش دراهم تاع الناس هالدراهم هذوما هذه قلت الفكره الا تحبين نعطي لهم لاصون نعطيها نو نو مسيو نو مسيو جامي في حياتي ما شفت بلاد كدير القوانين تخلي قانون قديم وتجي تحط قانون واحد اخر وما تلغيش الاولى الاخير كاين خلل بينك وبين فوكارو ما كاش خلل انا ما درتش القوانين لو 11 انا نطبق لو 104 هم يدولك في الدراهم انا ما نحبش عليك ما دولي دراهم انا ما نحبش عليك المشروع المجاور ل444 مسكن LSP هو مشروع 563 بنفس المكان يعاني أيضا من التأخير حسب الأطراف التي قابلناها من 2010 وانا دفعت لا توتاليتي كاع تاع دراهمي 563 عندي كلش عندي العقد LSP عطا واسمو لا سينير عطات لي ريغلو للان عليك ما عنديش دار والراهم هادو كامل من احنا المواطنين شكون يحمي الحقوق تاعنا احنا كيما نهربوش الدوله تاعنا اللي من نهربوا وين نروحوا عاد من نروحوا كان ربي في السماء والدوله تاعتها في الله نقدروا نقولوا الضحايا تاع 563 ساكن تاع ساومي اجتماعي كيما احنا كيما انا من 2010 14 سنه كاين من 2008 2000 احنا كان 2006 مش الحمد لله انا عندي لاكت عندي سي ان ان عندي لا فان بوس عند لقاء المرقية مع المكتتبين في مشروعها طلبت من مجموعة معينة للدخول معها إلى المكتب لتوضيح الأمور وبدأت مع رئيس جمعية الحي السكني 563 مسكن ومجموعة من المكتتبين سي بيفي دو ريونيون ريغروبان بيفي دو ريونيون ريغروبان لي زاكيرور organisé dans l'association des acquéreurs des 563 logements et les promoteurs du social. قبل الغوص أكثر في تفاصيل اجتماع المراقية مع المكتتبين بهذا الحي السكني نعرفكم على مشروع 563 مسكن بسويدانية هو مشروع حاله ليس مختلف عن المشروع 444 مسكن فهؤلاء أيضا ينتظرون لأكثر من 20 سنة رغم تسديد كافة المستحقات المالية المترتبة عليهم حسب تصريحاتهم هذه الهضرة قلتيها لي مورد العيد الصغير كي جيت لك وقلت لك صح عيدك ماذا إلى يومنا هذه الحكاية عباك على جبت لي زاكيرور ماذا قلت لك باسكو يوم جاي أنجور وراح نجيب لي زاكيرور باش يقول لهم كوني باش أنا عييت من هذا الكلاب نقطع إلى الصف حتى يوجد منهم من توفي ولم تطأ قدماه شقة الحلم كاين اللي مات وكاين اللي ما بقوش في الحياة وما داوش دار انا عندي جاري كما ماركي معايا توفى وما صاحلوش دار للان عليك ما عندوش دار هاد المشروع هذا عيانة يا اختي والله العظيم غير كاين اللي مات والله يرحمهم والله العظيم غير كاين ناس كانوا ماتوا كانوا يجوا معنا والله غير ماتوا غير كنت فكرهم تجينا الدمعه يا ناس خافوا ربي خافوا ربي وخافوا ربي السلام عليكم هذا الشيء كامل باش تقولوا بلي انا يا ما خدمت والو حاشا يا ما ماشي جبت كلمه وهدين الروح نو 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 راكي مريضه حنا رانا في الكوما رانا في الكوما بعشر عليكم والله رانا في الكوما كاين ناس في الكوما شوف خويا نقول لكم حاجه نصبتوا واحد يخدم لكم بالسومه اللي راني نخدم فيها
خموتوه يا خويا تجيبوه. توقف أشغال هذا المشروع راجع لعدم تحصل المرقية العقارية على رخصة البناء لاستكماله، لكن هذه المرة بعراقيل جديدة. صحيح يا المنصيد أبو حيرد، تلقات بزاف مشاكل في الإدارة، سواء في مديرية السكن في لي دومان ولا مديرية التعمير. بصح علاه تلقات المشاكل؟ علاه تلقات مشاكل؟ لأنه السيدة أبو حيرد خالفت رخصة البناء اللي عطاوها لها. قائمة راهي واجدة، بعتها نعطي لك قداش من مرة بعتها البلدية لعند مدام سكاي. جوليون فوي مدام تعاود ترجعهم لي. المرقية لم تفصل في القائمة النهائية للمكتتبين من جهة، إضافة إلى عدم قدرتها على تسديد الغرامة المالية التي فرضت عليها من طرف المصالح المعنية من جهة أخرى. المشروع هذا فيه زوج مشاكل، البيرمي والقائمة النهائية. لو كانت تخلص القائمة النهائية المشروع هذا يروح. القائمة النهائية راهي في نزاع، راهي في نزاع مع مديرية السكن. هضرت مع مديرية السكن مع السيدة المديرة سكال، وين طرحت عليها هذا السؤال، قالت لي هذا المشكل أنا رفعته على مستوى الولاية. أنا ضغط ما قدرتش نلقى الإجابة من الولاية إلى حد ساعة. شو بزيدوني أن ديلي فو جوست لاسكو الوالي مدون لا ليست هكذا، باش هكذا كيبداو يديروا لكم العقود، سينو يبا با كومونسي افير لي زاك. أنا بغيت نعطيهم الشاك تاع 2 مليار. خليهم يكملوا. لو كان ما يعطيوناش دراهمين، نعطيهم كاع المفاتيح يدخلوا ديورهم. لا لي فيها. المرقية العقارية صرحت بتعذر تسديد الغرامات المالية المترتبة عليها والمقدرة ب 2 مليار سنتيم، وذلك بسبب عدم توفر تلك المبالغ المالية حسب تصريحاتها. نضمن لك باللي لو كان القائمه انا كما اقترحت معها هي على البيناليتي هذه زوج ملاير، قلت لها نظرا للمصداقيه اللي عندي مع المستفيدين هذه البيناليتي انا نقدر نخلصها لك زوج ملاير، انا نقدر نخلصها، لكن بشرط وحيد انها تعطيني القائمه النهائيه، وهذا اللي امبوسيبل تقدر ديرو لانها راهي في نزاع كبير مع السيده سكاي على هذه القائمه. علاش؟ لانها سيده بوحير على حساب واش قالت لنا السيده سكاي انها نحات ناس من لاليست وعوضتهم بناس واحد اخرين. المرقيه العقاريه تقول انها تعاني ماديا ولن تستطيع سداد الغرامه ولا استكمال المشروع حسب الحديث الذي دار بينها وبين رئيس جمعيه المشروع السكني 563 مسكن. ديالي انها تخلص زوج ملاير، لانه انا سؤالي بسيط بالك نوجهه لها، اذا ما قدرتيش تخلصي زوج ملاير راكي تقولي بلي ما عنديش، يا هل ترى كيف تكملي المشروع؟ هذا هو السؤال. خاطر شنو كان انا عندي زوج ملاير، انا اوتونك بروموتور عندي زوج ملاير نخلص ونروح نجيب دراهم تاع سيانك، على بالنا بلي دراهم تاع سيانك اللي سالوا لك عندك مشكل في 444. ترى ما هي الحلول التي قد تلجا اليها المعنيه باستكمال المشروع لتسليم السكنات الى اصحابها وسط هذه الذائقه الماليه التي تمر بها؟ ام ان عدم تسديدها للغرامات المترتبه عليها سيزيد من رحله عذاب المئات من المكتتبين؟ زوج ملاير انا نخلصهم بشرط تعطيني القائمه، وزوج ملاير هادو ما تخلصهمش، عندها 8 شهور وحنا نستناو فيها وعاوناها 8 شهور الى يومنا ما تخلصهمش، نبقى في حلقة مفرغة. أرصد المتأتية من الصندوق الوطني لسكن لسان لكاس ناسيونال دي لوجمون كدعم من الدولة في إطار السكن الاجتماعي تساهمي، فلا يمكن حجزها من طرف دار الضرائب لأنها أموال عمومية، والأموال العمومية لا يمكن الحجز عليها طبقا للمادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. أما فيما يخص القائمة النهائية للمشروع السكني 563 مسكن والتي لم تستطع الفصل فيها وإشهارها، فالأمر يعود لمشاكل بيع السكنات بالدرجة الأولى حسب تصريحات البعض من أصحاب السكنات. هناك عدة مكتتبين استفادوا من نفس السكن وهو أمر غير قانوني. كانوا زوج مريحين في قاعة الانتظار باش يدخلوا للمكتب تاع الاستقبال تاع شركة سبيم، شادين زوج ورق، ما قصروا ما بيناتهم، اكتشفوا باللي هذا عنده
تيتر دافيكتاسيون تاع لو ميم في يد هذا وهذا. كاين استنتجت باللي كل دار وحده فيها ثلاثه اربعه. انا واش درت؟ انا ما حبيتش ندخل في صراعات مع المستفيدين، ولا لانه هذا امر يقدر يكون اداري ونقدر نكون انا اخطات، ويقدر المستفيد يستغلني انه يعطيني اون ديسيزيون تكون هي انيلاتها له هو يعاود يوتيليزيها. واش درت انايا؟ سلمت هذيك القائمه اللي اكتشفتها عن طريق المحامي تاع الشركه، وعندي اثبات لهذا الامر. كانوا في انقلاب لي دير دي دوبل افيكتاسيون، كنا نبلغوا بلي كان دي دوبل افيكتاسيون، كيفاش بواحد مزغد على ليبوك؟ صديق حنا ما بلو كيفاش دوب تخيب افيكتاسيون. تواصلنا مع مديرية السكن للفصل في هذا المشكل الذي ازداد تعقيدا بدل الانقلاب. في كل مرة توجه الأسئلة للمنقية العقارية أثناء الاجتماع الأخير الذي جمعها مع المكتتبين كانت تنتابها نوبات كثيرة من القلق والغضب، ما جعل المكتتبين يواجهون صعوبة في التعامل معها. يعطولك ضرب تاع الصيانه ويتسيزاوك سان بوكو. علاش راك تحرش في الناس؟ انا بوكو هادو دراهمكم، هادو دراهمكم مادام خاصنا الجمهور نعاونوك، خاصنا نمشي نمشوا معاك مادام. مادام انا هذيك تاع اللي كديري فيها تاع 97 مليون اللي طلبتي منا باش نزيدو نخلصوها، خاصنا نهضر. اه هضرتي بزاف مادام. اه دارت لي انت ما زيدش نهضر. لا شوفي هذه عطيني البيانات. عطيني انا دوك نجاوبك. عطيني البيانات خليه هو يجاوب. اول انا حشاك مراه، انا مراه حشاك، خليه هو. اول شوفي هو انا نختاروك يا سيدي. هو ختام اول واحد كريم ما تحتاج، خليني نهضر. من بين من التقيناهم في مكتب المرقية، مكتتب سدد كافة المبلغ المستحق، بحوزته وثائق تثبت ذلك، لكنه لا يحوز على عقد يثبت امتلاكه للسكن، بل وجد نفسه يتشارك نفس الشقة رفقة مكتتب آخر حسب تصريحاته. خربا خربا ماشي خربا بعد جدال مطول استغرق أكثر من 3 ساعات مع المرقية العقارية، أراد هذا المكتتب التأكد من تواجد اسمه بدل المكتتب الآخر في القائمة. رفقناه بكاميرا خفية بغية الاطلاع على كيفية عمل المرقية وهل اسمه موجود ضمن القائمة. كين اسمه؟ Il a payé en tout cas. J'ai bien reçu un horas la prochaine fois. Attends, il reçu. Reçu de paiement. Ah, mais Alex. Non, mais Alex. Tu voulais lire, mais j'ai des tirages. Ah oui. Tu n'as pas de l'affectation des. Oui, de l'affectation. Elle veut de l'affectation. La tour 6, deuxième étage, numéro 49. Oui. Où a dit ma fille Ahtar ou Ahad, madame? هذايا هذايا بعثنا له ميزون دو مير الاولانيه، الثانيه، الثالثه يخرج. مساعد المرقية العقارية وعند تواجدنا داخل غرفة البيانات قال أن المشكلة لا يعنيهم، مشيرا إلى أن المكتتبين شطبوا من القائمة بسبب عدم تسديد المستحقات المترتبة عليهم. بروسيدو ادمنستراتيف عنده بروس عنده مدام لونانيا. جيب لك ال قول لي قول لي كاين ايطاج باش هكذا نجيبها لك. لا 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 كيمين كاين لونانيا. لا لا نجيبها لك. تسال مشكل كان صاري عندي اول شيء كان صاري كاين شي ديال كاين حومته مشكل باش ما نشدوش على لي بافا على لي فاتي. قول لي قول لي عندي زوج هذا مشكل كان صاري. دي لاسيون ما يسميديبونيش يرجعوهمش. على بالي يقول لك كاين دو افيكتاسيون باسكو علاش يدير؟ يدي افيكتاسيون ويروح. يدي لي ريناسيون باسكو علاش كاين ناس خدمهم ادمنستراسيون. خدموش يقول لك في الهيلو هيلو 10 par la piscine. Il nous dit, sans toi, il nous dit. يجيب كوبي ويخلص يعني بيقول عندي زوج. انا شنطاش باش نعطيه للدار. فهمتي مدام؟ هذا المشكل اللي كان صاير.
اختلط الأمر على المرقيع، تدخلت أسماء المكتتبين في القوائم وكثرت الاحتجاجات أمام مقرها، ما جعلها تفكر في شراء قطعة أرضية أخرى والشروع في بناء سكنات أخرى من أجل حل المشكلة. لكن السؤال الذي يطرح هنا، كيف ستستطيع بناء هذه البنايات الجديدة وهي لم تستطع حتى استكمال الأشغال السابقة والمباشرة في بناء ما تبقى عليها من سكنات؟ إضافة إلى أنها لم تسدد الغرامات المترتبة عليها في المشروعين السابقين. D'accord. Maintenant, pour les gens, j'ai acheté en partenariat. Ça va concerner les gens qui ne rentrent pas là-dedans. Qui n'ont pas d'affectation, là, qui n'ont pas de titre de notariat. L'avantage qu'ils ont par rapport aux autres, c'est que je suis tombée sur des programmes où je peux faire des F4. أسئلة كثيرة تدور حول هذه المشاريع السكنية التي تحولت إلى معضلة لم تستطع حلها المسؤول عنها. هو بارتناريا ستجد هو إلي بارتنار avec moi. نخلص له une petite partie, c'est tout. كي تخلو لي دراهم دراهمي تاع الدار نعطي له لو تيغا هذايا سي جي ريغلي لي بروبليم سي اون بون فوا مي ريزو بلو كو لاسومبلي جينيرال. Maintenant, si vous voulez que je passe, les Mkhassin Koulouch, ils ajoutent une petite partie, ils ont un logement promotionnel avec. On va faire, monsieur, laissez-moi finir avec vous, ensuite je leur fais une assemblée générale. Alors, Khatrin, pour monsieur Dakhrin, Bagdad. Je suis complice. Je suis complice. قادر نسلك في عام، قادر نسلك في 10 سنين. نعود الآن إلى القضية الأم، المشروع السكني 444 مسكن الذي عانى مكتتبوه لسنوات طويلة ولا يزالون يعانون حتى الآن رغم حل المشكلة الأساسية التي كانت تعيق المرقية العقارية، ألا وهي رخصة البناء. أنا تخافي في الديور، خدمنا وش خدمنا اختي وما عندش بست. علاش؟ ما عنديش دراهم، ما عنديش دراهم. حاجة ما ندرت ومازال تهددنا أنه زرسل بي لي ميزون دو مور. أنا ما ندوش علاش دير لي ميزون دو مور. جا ديبونسي بوكو دارجون سور لي 444. راني فلست روحي ما عنديش. Vous savez madame que je vends ma maison pour continuer هذا البروجي. الأول اسكي لا دوموندي افون دو سورتير قالها عندها البيرمي تاعها. أعطيها صوارتها وخليها تخدم. هي عند الباب كي جات خارجة تقول لي اسمعي ما نعطيكش البيرم ما نعطيكش ليتا دافونسمون باسكو ايسي كاسك يمونك؟ يمونك اونيكمون ليتا دافونسمون. قالت لي ما نعطيكش ليتا دافونسمون حتى تبداي تخدمي. احنا فرسينا لها دراهم وراهم دراهمنا وراهم دراهمنا تخدم لنا بدراهمنا. الناس كاع خلصت لهنا وتخدم لنا بدراهمنا يا سيدي. ومن بعد الباقي تكمله لها مديرية السكن. رفضت المرقية حضور رئيس الجمعية ل 444 مسكن للاجتماع بحجة أنه رئيس غير شرعي. بعد هذا الجدال حضر محامي الجمعية وذلك من أجل عدم تأخير الاجتماع الذي تم تقريره في مقر المرقية العقارية والخروج سريعا بحلول من شأنها أن تحل مشكل المكتسبين الذين طالت معاناتهم. أسئلة كثيرة طرحت في الاجتماع، أين وعود المرقية العقارية التي وعدت بها منذ 6 أشهر؟ ولماذا لم تسلم السكنات في وقتها؟ وأين هي البنايات التي قيل أنها ستباشر في بنائها؟ والسؤال الرئيسي، ما هو المشكل هذه المرة؟ وما هي حلوله؟ يقول لي هذا يا لوخي مدير، مسيو بالعيار، أعطاني بلي عندي 11 مليار في 444 باش نكملهم، هذا يقول لي لا.
باسكو الاجتماعات اللي درناهم عندك 5 او عطاها لي وقت عطاها لي لو 20 لو 21/4/2024 عطيها لي مسيلي واش بعثوا لها في الورقه الاولى بعثوا لها قالوا لها بلي عطينا لك رخصه البناء تاع لي 444 يلا ابداي تخدم عندها مده عام راهي دوكا رانا في 6 شهور مازال الحالة تاع لي 444 نورمالمون ما نهضرش عليها بصح معليش جات في سياق الكلام جات في سياق الكلام لحد الان ما كاين والو ماشي انا بالك انا ما نعرفش انتم شوفوا حسب مصادر من مديرية السكن فان المرقية تلقت 3 انذارات للشروع مباشرة في الاشغال بعد الخرجات الميدانية المتكررة الى المشروع. مديرية السكن لحد الان هي مراسلتها 3 مراسلة. المراسلة الأولى والثانية والثالثة فيها على 444 و563 وفيها على القائمة وعلى الفياردي، الفياردي فيه مشاكل واحد أخرين. كاين ناس بين قوسين الله غالب هاتي شكون برك بصح الدولة تعرف إجراءات الصندوق الوطني للسكن عنده الإجراءات يعرف القانون متمكن هو اللي شارك في صنع القانون على بالها باللي ما يفيسيكش درهم تاع هاد الناس حتى تافونسي تجيبي أن إيطا دو ليو تجيبي وثائق vous devez argumenter تبيني بلاك تقدي في الاشغال يعطيك الدراهم تاع المستفيدين. حسب المختصين والقانونيين مسؤوليه التاخر تقع على عاتق المرقيه العقاريه. الان من هو المسؤول؟ طبعا هذا سؤال اجابه عليه واضحه تماما. المسؤول الاول هو المرقي العقاري ما دام انه لم يكمل المشروع لمدة أكثر من 16 ولا 17 سنة والمشروع متوقف تماما حاليا. شمون القانون واضح في هذا الشيء هذايا. القانون يقول باللي كانت 4 ترونش تبدأت في الخدمة ديالها ومن بعد تجي مصالح الولاية اللي هنا تشوف الخدمة وين لحقت تعطي لها لا بروميير ترونش تزيد تكمل لا دوزيام ترونش انسويت شويت لا تروازيام ترونش لا كاتريام نهار تعطينا ليكلي الدولة تعطي لها لا كاتريام ترونش. والراهي مديرية السكن عندها الحق كي راهي تقول هذا الشيء هذايا ما تعطي لها حتى دورو باسكو نتوما فو نافي با دو بروبليم دو بيرمي باسكو اون با دو بروبليم دو بيرمي حنا اون دوموند اسبيريتو شوف لو سول بروبليم كو فو افي بور اوبتينير لارجون سي دافوار ليتا دافونسمون كيل ريفوز دو مي دون انا مدام سكاي لا ريونيون كو جي تينو افيك ايل يا سي فوتر كومبليس مدام سكاي سوني با ما جوني انا جو نو ديفون با مدام سكاي ني نو ديفون مدام بوحير انا جو ديفون لي زاكور تاع لي 444 vous avez raison. لكن السؤال المطروح ما مصير المكتتبين وسط كل هذا؟ عائلة دفعت أموالها وانتظرت لسنوات للحصول على مأوى كريم وجدوا أنفسهم دون سكن دون مال ومنهم من يدفع مبالغ إضافية ثمن الكراء. أنا شخصيا بعثت عند الموثق كان مكتبته في موسمو سعيد حمدين حكت لي عنده استدعاني حمار بوجمع نعم قال لي فوالا هاو العقد تاعك مبروك عليك بديت نطرف العقد قبل ما نمضيه قريت العقد صبت المبلغ يحبس في 210 ملايين ولا 240 مليون جبت الوثيقه تاعي انا قلت له يا استاذ يا محترم انا ما فاسيش 240 مليون انا فاسي 600 مليون بروفي بلي ماشي لا فوت ني تاع لاكيرور ني تاعي الاداره واش دارت خلاتنا حنا نتخاشنوا بيناتنا وهي سلت خيوطها. فيه جزء معتبر من مشروع 444 مسكن انتهت فيه الأشغال من طرف المرقية العقارية منذ أكثر من 5 سنوات ولكن المكتتبون لا يمكنهم دخول سكناتهم لأن ليفيردي يعني شبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق لم يتم إنجازها إلى يومنا هذا. بعد صبر طويل ومعاناة احتج المكتتبون مرة أخرى أمام مقر مكتب المسؤولة عن المشروع مناشدين السلطات للتدخل وحل مشكل هذا السكن الذي طال انتظاره. يا خويا خذوا المسؤولية تاعكم اسكو جي دوموندي ماو مينيس عرضنا ونسمي اوتور دون تابل نحلوا المشاكل تاع الناس هذوما ولا تقعدوا هكذا تحرشوا في الناس. الناس خلاص ما يتحرشوش لي ساكيغور ما يتحرشوش على بالهم راه صح. احنا اخر كلمه واش نقولوا نناشد السيد رئيس الجمهوريه ونتوسل اليه ان يتدخل لحد هذا المشكل اللي راه يقارب في عمره 20 سنه كاين ناس ماتت وما سكنتش.
ما نزيد حتى كلمه فوق هذا الشيء، ماتت وما سكنتش. نشوفوا بلي هو دائما هو اللي يحل المشاكل. يا سيد الرئيس حلنا المشاكل كما حليت كاع المشاكل للناس. الوضع الآن كما سمعتم على لسان المكتتبين، وكما تشاهدون المشروع متوقف وآمال أصحابه متوقفة معه. كل الفرضيات طرحت وكل المشاكل تحدث فيها الأطراف المعنيون. المرقية مدافعة عن نفسها ومشروعها، والمكتتبون متشبتون في حقهم المضمون قانونا. لكن السيناريو لا يتغير منذ سنوات، لا المشروع اكتمل ولا المكتتبون سكنوا شققهم ولا المرقية سعت إلى حل جذري لمشكل طال لعمرها.